يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن أنجورية، نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13 والجو فيها معتدل. في الأسكندرية 20-12 والجو أيضا فيها معتدل. في مطروح 19-10 مائل البرودة. في بورسعيد 20-13 الجو فيها معتدل. وفي الإسماعيلية 21-13 والجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة السويس ففيها درجة الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة والجو فيها معتدل. في العريش 20-12 والجو معتدل. في طابة 20-11 والجو أيضا معتدل. في شرم الشيخ 26-16 والجو فيها معتدل. وفي الغردقة 26-15 والجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 30 درجة مئوية والصغرى 14 درجة والجو فيها معتدل. وفي أسوان 31-15 والجو فيها حار. وفي الوادي الجديد 25-8 معتدل. وفي شلاتين 26-13 الجو فيها معتدل. وأخيرا في حلايب 25-15 والجو فيها أيضا معتدل. والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.